السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي رياضيات للصف الأول الابتدائي، كتاب النشاط الفصل الرابع الدرس الأول، وراح ناخذ الدرس الثاني صفحة 32 وصفحة 33، راح نحلهن. التصنيف بحسب اللون أو الشكل. أولا، أصل الأشياء المتشابهة، يعني هاي عندنا مربع ودائرة ومستطيل ومثلث، يعني شكو شيء مشابه وصلوا. زين، هنا عد المربع، اكو شيء مشابه؟ ماكو. هنا دائرة مستطيل ومثلث فماكو. هنا الدائرة ويا الدائرة، اذا نوصل الدائرة ويا الدائرة، عيني. زين، والمربع مو المربع، هذا المربع المستطيل ويا المستطيل، والمثلث ويا المثلث. ثانيا، لون الاشكال المحاطة معا بنفس اللون. هنا لازم تلونوها مثلا، يعني اي لون كيفكم، يعني هذا اللون ثلاثة بلون وهذا ايضا بلون، كيفكم تلونوه. الدرس الثاني، تصنيف الاشياء حسب النوع، صفحة 33. يلا عيني، احوط مجموعة الحيوانات معا ومجموعة النباتات معا، يعني الحيوانات بوحد والنباتات وحد. فيا هي الحيوانات ياتي هذا تحوطونه، والنباتات هنا عندنا النباتات. ثانيا، ارسم دائرة بقدر العدد، يعني هنا عندنا البالونات، نحسب ايش كم مربع بالبالونة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، نرسم اربع دائرة، اثنين ثلاثة اربعة، كم بالونة؟ أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نرسم أربع، أيوة قايل ارسم دائرة أربع بالونات. هنا عندنا هذه النجمة واحد اثنين ثلاثة، نرسم ثلاث دوائر. هنا عندي الساعة واحد اثنين، نرسم دائرتين. زين، ثالثا، أصل حسب النوع، يعني شنو المشابهات؟ مثل عندي هاي العرموطة ويا العرموط، التفاحة ويا التفاح، هنا عندي الفراولة ويا الفراولة، والكرز ويا الكرز. إن شاء الله التوفيق.